الثوار يفتحون جبهة ثكنة المهلب ويوسعون دائرة الجبهة على قوات النظام، والهدف مزيد من التشتيت للقوة العسكرية التي يحاول النظام أن يركزها في منطقة أو مناطق محدودة لينتهي منها ويتقدم إلى أخرى. لكن الثوار في حلب يفاجئونه اليوم بثكنة هنانو التي ترتفع على تل يتوسط منطقتين محسوبتين على المستوى الراقي في عاصمة الشمال. الثوار استخدموا وسائل قتال متنوعة وأسلحة مختلفة ما بين خفيف ومتوسط وثقيل، فكانت مدافع البي ام بي ومدافع الهاون في محاولات تمهيدية لاقتحام الثكنة. مجاميع الثوار تنتشر بكثافة في مناطق بني زيد القريبة نسبيا من موقع الثكنة في محاولة لتأمين عمق استراتيجي لقوة المواجهة على خط النار. وفي الشرق من مدينة حلب يسقط أطفال ضحايا قصف عنيف خلف وراءه الدماء ومشاهد لا يبدو أنها ستمحى قريبا من ذاكرة الشعب السوري. أقول لجندي بشار، جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. تكبير طلب الحياة بالموت، فلسفة عملية يصوغها الثوار خلال إعلانهم عما أسموه معركة القادسية لتطهير مطار كويرس. ويبدو أنهم هذه المرة عازمون على كتابة سيناريو النهاية السعيدة لمسلسل المطار الذي طالت حلقاته. وهذه لقطات تظهر احتراق مساكن الضباط التابعة للمطار، ذلك المطار الذي أذاق السوريين ويلات البراميل المتفجرة، كما في هذا الشريط الذي يظهر ضابطا مزهوا قرب رشاش في مروحية تبحث عن أطفال ونساء وشيوخ في بيوتهم أو على أفران الخبز.